ولكن في النهاية عندنا عقوبة تانية، وهي عقوبة على كابتن موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي لما بدر منه أثناء المؤتمر الصحفي. أنا ما عنديش أدنى مشكلة خالص إن أنت يكون معيارك واحد وبتراجع المؤتمرات الصحفية بشكل جيد جدا وبتكرر العقوبة اللي في صالح اتحاد كرة القدم. بيتسو موسيماني اتكلم عن فكرة إن لم يتم تأجيل مباراة الزمالك، والمفترض إن النادي الأهلي هو الممثل الوحيد للكرة المصرية في دوري أبطال أفريقيا، البطولة الأقوى أفريقيا، فبالتالي كان محتاج راحة. على هذا التصريح تم العقوبة، واضح جدا ما عنديش أدنى مشكلة. لماذا لم يستمع اتحاد كرة القدم ولجنة المسابقات لتصريحات باتريس كارتيرون قبل المباراة وبعد المباراة وهي بتشكك في التحكيم؟ هو ده السؤال اللي احنا بنطرحه، ليه اتوقف موسيماني ولماذا لم يتم عقوبة أو إيقاف باتريس كارتيرون؟ نستعرض التصريحات اللي هي كانت قبل المباراة وهو بيتدخل في شأن غير شأن وبيتكلم عن التحكيم وكمان عن منظومة النادي الأهلي. بيقول الجميع يتحدث عن التحكيم خلال هذه الفترة، ومباراة بيراميدز الأخيرة مع الزمالك شهدت أزمة الوقت الإضافي لأن الحكم احتسب وقت أقل من المعلن عنه. ده اللي كان واخده بس كارتيرون من مباراة بيراميدز، لكن ركلة الجزاء اللي اتحسبت لصالح الزمالك وعدم طرد طارق حامد ما خدش باله. وفي مباراة سموحة حدث مشكلة في التغييرات وحرمنا الحكم من التغيير الخامس، والجميع يتحدث عن التحكيم. حتى في مباراة سموحة ما خدش باله من ركلة الجزاء لفريق سموحة، عادي جدا باتريس كارتيرون مش هياخد باله. والجميع يتحدث عن التحكيم ويضع تحت ضغط اكبر ونحن لسنا مثلهم، وهناك انديه تتحدث مع الحكام هاتفيا والحكام يعتذرون لهم على الاخطاء، ولا يجب ان يكون هناك حديث بين مدير الكره بالانديه والحكام، والزمالك يحترم الحكام المصريين وهناك حكام متميزون ويجب ان ندعمهم. ده تصريح بيتكلم عن فيديو تم تحريفه لكابتن سيد عبد الحفيظ وبيتجاوز وبيقول ما عندناش بالظبط تم حفظه وهو تصريحه بعد التحقيق وثبت براءة كابتن سيد عبد الحفيظ، والفيديو بقى واضح جدا ومفيش مدير كرة بيتصل بحكم او بيتكلم مع حكم او حكم بيعتذر لمدير كرة. فاعتقد ده تصريح كان المفترض يتم عقبة عليه باتريس كارتيرون اللي هو قبل المباراة، بغض النظر ان هو مش شايف الاخطاء التحكيمية، لكن انا هنا عايز اقول وقفة قبل ما اروح للتصريح بعد المباراة بعد اذن كابتن هيثم. اتفضل اسامة. طبعا انا لما بجيب مدير فني اجنبي في النادي الاهلي، المدير الفني الاجنبي بيتكلم في نطاق معلوماته خلال الفتره اللي هو متواجد فيها، لكن للاسف يعني اصبحت التصريحات اللي بتصدر من كل مسؤولي نادي الزمالك او معظمهم او كمان المديرين الفنيين بقت شبه ملقنه لمغازله ومدغدغه مشاعر الجماهير. قبل باتريس كارتيرون كان في باتشيكو، قبل لما ساب الفريق يعني رجع وساب الفريق ورجع بغض النظر، فغاب في الفتره اللي رجع فيها دي الفتره الاولى والفتره الثانيه 5 سنين. فرجع باتشيكو يقول في قناه نادي الزمالك ان الدوري في الزمالك بخمسه لان الاهلي بياخد الدوري بالتحكيم. ده تصريح مدير فني اصلا ما كانش موجود في الكره المصريه، لكن اللي اتقال له ايه؟ قول التصريح ده لان ده هتكسب بونت بيه عند جماهير نادي الزمالك. نفس الامر بيتكرر مع باتريس كارتيرون وبيحصل نفس الكلام. انا متقبل جدا ان اعلام نادي الزمالك يتكلم في نقطه التحكيم والاخطاء ويبدا يغازل جماهيره بشكل ما عنديش مشكله فيه، لكن كمان بدانا ناثر كمان على المديرين الفنيين اللي جايين يتولوا مهمه في نادي الزمالك ان هم يطلعوا بالتصريحات دي. اعتقد الامر بقى صعب جدا ومش في صالح حتى نادي الزمالك، لان ده تصريح كله دغدغه مشاعر جماهير وكله حتى تضليل او ابعاد النظر عن المستوى الفني لنادي الزمالك، وده لا يعنينا. يكون الافضل يا اسامه ان انا اركز في اخطائي واركز في شغلي، لانه الحقيقه انت من اسباب النجاح في اي منظومه ان انت تشتغل على نفسك وتشوف اخطائك وتشتغلها. ولكن ان انت يعني في اوروبا لما كنا بنلعب ماتشات او حاجه كانوا بيسموها فيشنج اكسكيوزز او تصيد الاخطاء او تصيد الاعذار، انا اسف تصيد الاعذار، يعني انت دائما ابدا بتحاول تصد يعني عندك امور محتاج تركز فيها، ولكن انت عايز تصدر حاجه معينه للجماهير ان الموضوع مش انا اللي مقصر ولكن في تقصير من حاجه ثانيه. وفي تصريح ثاني كان كابتن كارتيرون او المدير الفني كارتيرون مدير فني نادي الزمالك قبل المباراه كان بيقول في ايه؟ بيقول ما يحدث بشان هذا الامر ضجه بدون داعي، هنعرضه لحضراتكم دلوقتي. والاهلي لم يتضرر من الحكام المصريين، وارى ان الحكام المصريين والدوري المصري من اعلى الدوريات في افريقيا والعالم العربي، ونريد تحكيما عادلا فقط. هل التصريح ده يعني مش محتاج يعني لجنه المسابقات او لجنه او اتحاد الكره نفسه يقف عنده؟ يعني لما ده يبقى فيه اتهامات انه النادي الاهلي بيستفاد من الحكام المصريين، هل التصريح ده لو حطيناه قدام تصريح
يعني مدير فني النادي الاهلي موسيماني، هنشوف يعني بالعين المجرده كده مين يستحق العقوبه، مين اللي يستحق العقوبه، هل موسيماني ولا كاليترون؟ ولكن للاسف نفس السياسه، لا اسمع لا ارى لا اتكلم، ولكن بنفاجأ بموقف بيتاخد في حين ان اللي قاله موسيماني قال ايه؟ قال انا محتاج راحه بالظبط، قال ان انا بمثل افريقيا في بناس بمثل مصر في افريقيا، انا محتاج راحه، قال حاجه حتى النادي الاهلي في بياناته الرسميه بيقولها، يعني مش خروج عن النص ولا حاجه، ولكن هو الامر زي ما احنا قلنا حضراتكم تصريحات بتتاخد بتحرف وبتتحط في المواقع وبناء عليه يبتدي يتاخد، وبعد المباراه شك في التحكيم بالظبط، وبعد المباراه كان ليه تصريح استاذنك استعرضه معانا اتفضل. طبعا بعد المباراه بيتسو موسيماني شاكك في التحكيم وقال ان النادي الاهلي مش من حقه ان هو يعترض على التحكيم، وانه كمان بيشكك في الهدف اللي سجله النادي الاهلي في وجود فار، وان قال ان مفيش ولا لقطه تجيب ان الهدف ده صحيح. ممكن نستعرض التصريح، الاهلي لا يحق له الاعتراض على التحكيم، اشرف بن شرقي كان له التحام قوي من بدر بنون ولكن الحكم لم يحتسبها، اعتقد كل خبراء التحكيم قالوا ما فيهاش حاجه، هدف الاهلي في الزمالك لن تجد اعاده الهدف في اي مكان لمعرفه هل الكره تسلل ام لا، اعتقد ما ينفعش تتكلم عن فكره الاعاده لان الاعاده موجوده والصوره واضحه. والسؤال هنا كابتن كاريترو ما شافش ضربه جزاء رامي ربيعه؟ اكيد لا، مستحيل يشوفها ولا هيتكلم عنها، لكن الحقيقه ان انت تشكك في هدف فيه تسلل وفيه موجود فار، اعتقد الامر صعب جدا لان الفار عرض الصوره بوضوح، واعتقد حضرتك محمود علاء هو اللي كان مغطي، وده لما تيجي تتهم حد في الهدف ده، ادي الصوره واضحه جدا، محمود علاء مغطي اتنين لعيبه ما شاء الله عليه من النادي الاهلي، فايا كان السوليه وتمريرات السوليه المتقنه اللي بيمارسها الموسم ده، ايا كان لاعب من الاثنين، بنشكر محمود علاء ان هو يعني واقف مغطي الهدف يعني يمكن صلاح محسن كان في منتهى الذكاء انه خلصها هو بالظبط، عارف هو لو كان بصها كان في شك، ممكن كان في شك لشريف وممكن كان شريف يكون سابق الكره وقت الله ينور عليك. يعني احنا لو شفنا حتى معلش عيدوها لي تاني يا جماعه الكره دي، لان انا امبارح انا قعدت يعني افكر فيها يعني باللي احنا شايفينه، يعني شايفين ممكن نلاقي قدم شريف سابقه سنه ممكن. فصلاح محسن تصرفه كان في منتهى الكياسه والذكاء ان هو اللي خلص الكوره، يمكن ترقيصته العواد هي اللي سهلت المهمه جامد، ولكن منتهى الذكاء ان اللاعب يبقى قاري الملعب، واحنا كنا حاسين وصلاح محسن نازل انه هيجيب جول. واللي حصل انه بالحقيقه كان ليه فرصه قبل كده ما توفقش فيها قلت منه، ولكن اللي وراها تصرف كان ذكي جدا منه انه ما حطش الكوره عرضيه لشريف، لان كان ساعتها ممكن نخش في قصه الفار او غير الفار. هو هدف بالتاكيد هدف من المباريات الحلوه، وبالتاكيد وجود محمود علاء في مصياد ان هو يغطي التسلل ده شيء يشكر عليه لثالث مباراه على التوالي، محمود علاء بيكون مساهم بشكل او باخر في نتائج النادي الاهلي الايجابيه.